الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير
الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها، ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم، ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض، قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلاة ترضى بها عنا يوم أن نلقاك يا رب العالمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نسألك في أول ليلة من رمضان أن تنظر إلينا بعين رحمتك. اللهم إنا نسألك في أول ليلة من رمضان أن تنظر إلينا بعين رحمتك، نظرة رحمة تغفر بها ذنبنا وتستر بها عيبنا وتفرج بها كربنا وتفك بها أسرانا وتصلح بها أحوالنا وتشفي بها مرضانا وترحم بها موتانا وتصلح بها أحيانا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا أبدا شقيا ولا محروما. اللهم لا ينفض هذا الجمع إلا بذنب مغفور وعيب مستور وسعي مشكور. نقسم عليك ألا نذهب إلى بيوتنا إلا وقد كتبتنا من أهل الجنة الأبرار ومن عتقائك من النار بكرمك وجودك يا عزيز يا غفار. اللهم أمين، اللهم أمين، اللهم أمين. أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم، وأسأل الله تبارك وتعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلم رمضان منا مقبولا مبرورا، وأن يوفقنا فيه إلى الصيام حق الصيام، وإلى القيام حق القيام، وإلى الدعاء حق الدعاء. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إخواني أن يستقبل رمضان بنية، أن يستقبل رمضان بنية، نية الصيام ونية القيام ونية قراءة القرآن. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ونحن في أول ليلة من رمضان نجدد النية لله تبارك وتعالى. قل في نفسك أو بلسان حالك أو في سجودك: نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا. نويت صيام رمضان إيمانا واحتسابا. من السنة أن تجدد النية every day أو every night before فجر، say أو make نية before فجر every day. But يعني you can make one نية يعني for في first day in رمضان just one نية. اللهم إني نويت صيام شهر رمضان whole the month. الله سبحانه وتعالى accept إن شاء الله رب العالمين. فنوينا صيام رمضان وقيامه وقراءة القرآن فيه والتبتل والدعاء، نسأل الله أن يتقبل مني ومنكم إن شاء الله رب العالمين. أقول إخواني في أول ليلة من رمضان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي، الحديث في الفضائل يؤخذ به في فضائل الأعمال، أعطيت أمتي في رمضان خمس خصال لم تعطها أمة قبلها. ما هي أول خصلة؟ إذا كان أول ليلة من رمضان، هي يعني هذه الليلة، إذا كان أول ليلة من رمضان نظر الله إلى عباده، ومن نظر الله إليه استحيا منه فلم يعذبه أبدا. فأسأل الله أن ينظر إلينا إن شاء الله برحمته وبعفوه وبكرمه. نعم أخوي، أودي ها، لايسن بليت 2-1 PPA اخوانا، بليز موف يور كار، بليز موف يور كار. اخوانا يا ريت نلتزم بتعليمات الاخوه المسؤولين عن البارك. يا اخوانا، يا اخوانا البارك كروس ستريت هنا في يونيون هاي سكول، افري نايت بليز في يونيون هاي سكول، يعني بحيث ما يكونش عندنا مشاكل. بليز الله يجزيكم الخير، يعني احنا لسه في فيرست دي رمضان ان شاء الله رب العالمين. الله يجزيكم الخير ويتقبل منا ومنكم ان شاء الله رب العالمين. اذا كان اول ليله من رمضان نظر الله الى عباده، ومن نظر الله إليه استحيا منه فلم يعذبه أبدا. أسأل الله أن ينظر إلينا وإليكم أجمعين نظرة رحمة يغفر بها الذنب ويستر بها العيب ويفرج بها الكرب. اللهم أمين يا رب العالمين. إخواني أنتم محظوظون، you are very lucky. why؟ لأن الله تبارك وتعالى أحياكم إلى رمضان. كم من أناس كانوا يسألون الله رمضان، ماتوا قبل رمضان. أنت أحياك الله، استجاب الله لك. أنت دعوت اللهم بلغنا رمضان، الله سبحانه وتعالى أكسبت، مش كده؟ وأنت الآن بلغت رمضان،
سي الحمد لله رب العالمين. ولذلك إخواني هذه نعمة كبيرة، نعمة أنك أدركت الشهر وغيرك مات. كان في صحابي اسمه حكيم ابن حزام، حكيم ابن حزام، حكيم هذا أدرك غزوة بدر، خلي بالك أدرك غزوة بدر وكان مشركا، كان كافر بحارب المسلمين وبحارب الرسول. قتل صناديد الكفر أبو جهل وعقبة بن معيط والنضر بن الحارث وأمية بن خلف، مش كده؟ ونجا مين؟ من النجا حكيم بن حزام اللي بنحكي عنه، كان كافر نجا، لم يمت في بدر وأسلم بعد بدر، ربنا هدار الإسلام وأسلم بعد بدر. فبعد ما أسلم كان يفتكر أصحابه أبو جهل والشلة دي اللي قتلوا فين؟ في بدر. هو أسلم بعد بدر، ربنا نجاه من القتل، فكان دائما يقول إيه؟ الحمد لله الذي نجاني من القتل يوم إيه؟ يوم بدر. وكان لما يحب يحلف يمين مغلظ، لما يكون عنده يمين يقول أقسم بالذي نجاني من القتل يوم بدر. أنت الله نجاك من الموت قبل رمضان لتدرك رمضان بركاته ورحماته وفضله وقرآنه. نحن محظوظون، كثر خير الله وطاب. من هذه الليلة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وقيدت الشياطين ونادى مناد الينادي يا باغي الخير يا العوز خير أقبل ويا باغي الشر أدبر حتى ينتهي رمضان. إخواني هذه أيام مباركات، فتلك ليلة طيبة مباركة، الليلة الأولى من هذا الشهر الكريم، ليلة أولى من شهر رمضان، وننوي نية صيام رمضان إيمانا واحتسابا واستعدادا لهذا الشهر الكريم الذي سرعان ما ينقضي وسرعان ما ينتهي. وتشكر الله سبحانه وتعالى بعد يعني في هذه الليلة تسجد سجدة شكر أن الله من عليك وأحياك حتى بلغت هذه الليلة المباركة التي الصيام في رمضان والقيام في رمضان يعدل الأجر الكثير ويعدل الخير الكثير. ومن نعم الله أن وفقك إلى أن تكون الآن في المسجد، من الله عليك أنك الآن في المسجد، فرغك من مشاغلك ومن همومك. وبدأنا أول ليلة في رمضان وصبح عندنا ويك إند أن تكون فاضي في أول ليلة، الحمد لله في غيرك مشغول، استطعت أن تأتي إلى المسجد، غيرك لم يستطع، غيرك عنده فلات تاير، عنده ترافيك، عنده هو تعبان راح مستشفى، شغال ما عرفش يسيب العمل، أنت من الله عليك وأتيت إلى المسجد في أول ليلة من رمضان، فتلك نعمة يعني لا يعد أجرها ولا يحصى، فلله الحمد ولله المنة ولله الشكر على هذه النعمة المباركة وهذه النعمة العظيمة التي من الله تبارك وتعالى بها علينا. أختم هذه الخاطرة القصيرة إخواني لأقول برنامج رمضان، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لتتزين من رمضان إلى رمضان، الجنة تتزين تلبس أفضل ثيابها من رمضان إلى رمضان، وإن الحور العين تتزين من رمضان إلى رمضان، تقول الجنة اللهم اجعل لي من عبادك في هذا الشهر سكانا، ربنا يجعلنا منهم، وتقول الحور العين اللهم اجعل لنا في شهرك هذا من عبادك الصالحين أزواجا اللهم اجعلنا منهم. إخواني هذا يعني هذه بداية الليالي المباركة وبداية الأيام الطيبة، أسأل الله أن يتقبل وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، اللهم أمين اللهم أمين اللهم أمين يا رب العالمين. كان في عندنا أخ عاوز يشهر يعني إسلامه، الأخ اللي كان حيسلم مش موجود الآن، طب أوكي خلاص، في أخ كان يعلن إسلامه إن شاء الله يكون موجود معنا بكرة إن شاء الله رب العالمين. إحنا بس إخوانا برنامج رمضان عندنا فضيلة الشيخ عيد أبو عشرة إمام الجامع الأزهر، مرحبا مولانا يعني ويلكم أي سي يو سي، جزاك الله خير وثانك يو فور كامن. عندنا إفطار إفري ويك إند، إفطار فرايدي ساتردي ساندي، إفري ويك إند وي هاف بريكفاست إن شاء الله، أز مسج إن شاء الله رب العالمين، فرايدي ساتردي ساندي إفطار إفري ويك إند. عندنا we have اعتكاف every Saturday night، اعتكاف يعني Saturday اعتكاف، صلاة المغرب إفطار، صلاة العشاء تراويح تهجد وصلاة الفجر أن سحور إن شاء الله رب العالمين، اعتكاف every Saturday plus اعتكاف last 10 days الرمضان إن شاء الله رب العالمين.
إفطار فرايدي ساتردي ساندي اعتكاف إفري ساتردي نايت إن شاء الله 40 أن سحور. We have competition in سورة يوسف. سورة يوسف حفظ ممرايز سورة يوسف every day after صلاة العصر with الشيخ عيد إن شاء الله رب العالمين. سورة يوسف every day after صلاة العصر مع فضيلة الشيخ عيد بإذن الله رب العالمين. عن تفسير سورة يوسف, تفسير سورة يوسف الكمبيتيشن only ممرايز سورة يوسف. التفسير سورة يوسف every Sunday after صلاة الفجر, every Sunday after صلاة الفجر تفسير سورة يوسف معي إن شاء الله رب العالمين. عندنا برنامج للبيبي سيتر, عندنا برنامج للبيبي سيتر مع أختنا أم نور والأخوات اللي معها. أي حد عنده بيبي سيتر ينزل تحت في مكان خاص. عندنا برنامج خاص باليوث, برنامج خاص باليوث between 12 to 18 years, 12 to 18 يعني ديفرن سبيكر انجلش في الدور الاسفل ان شاء الله رب العالمين, مسؤول البراذر محمد العربي. عن برنامج للبنات ايضا يعني برايفت بروجرام فور الجيرلز. برنامج خاص للسيدات حيكون ان شاء الله رب العالمين قبل صلاه العشاء وبعد صلاه العشاء مباشره, وخصوصا في الليالي اللي هو في الويك اند مع اختنا ام حمزه. برنامج خاص للسيدات قبل صلاه العشاء بدل ما يسهروا ويحكوا والغيبه والنميمه والقصه دي, فاحنا عندنا برنامج مع اختنا ام حمزه والاخوات اللي معها وبعد صلاه التراويح ان شاء الله رب العالمين. الله يجزيك خير. اي حد حابب يسبونسر افطار رمضان يعني في وي هاف يعني دايز افيلبل ان شاء الله رب العالمين. حاب يعمل افطار في رمضان ينسق مع اخونا في الاوفيس هنا ان شاء الله رب العالمين. اي حد يحب يشارك افطار في رمضان يشوف ارانوها ومني بس يسال في الاوفيس ان شاء الله رب العالمين. اذكار الصباح عن اذكار المساء افري دي افطر صلاه الفجر, اذكار الصباح بيفور صلاه المغرب, اذكار المساء والشيخ عبد الله ان شاء الله رب العالمين. عندنا مقرأة قرآن every morning after صلاة الفجر الشيخ عيد إن شاء الله رب العالمين. مقرأة just يعني 30 minutes إن شاء الله رب العالمين after صلاة الفجر إن شاء الله. إن شاء الله the program start 10 o'clock صلاة العشاء, everything finish before 11:30 إن شاء الله, maybe 11:15-20 يعني as we can إن شاء الله رب العالمين. يعني قبل الساعة 11:30 نكون انتهينا من هذا البرنامج ان شاء الله رب العالمين. اخواني اذكر ببرنامج العام الماضي, احنا عندنا صدقه الليله, ما تنسى صدقه الليله. Every night please you have to make donation as you can, as you can, minimum how many $10 just $10 but every night. I don't know, maybe Allah سبحانه وتعالى accept tonight, tomorrow, the day after tomorrow, every night please just $10, just $10 for everyone, $10 is a box إن شاء الله ربنا, ربنا يتقبل إن شاء الله العالمين. إحنا عندنا ضيف الليلة, مش هننسى كان رمضان الماضي عندنا كل ليلة في ضيف أخي بيتبرع إن شاء الله. النهاردة في عندنا أخت وهي رفض الذكر اسمها, هي ضيفة الليلة تبرعت ب $2,000 تكبير. أسأل الله أن يبارك لها في مالها وفي طعامها وفي شرابها وفي زوجها وفي أولادها. اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. اللهم ارزقها في أول ليلة من رمضان أن تنظر إليها وإلى أهلها وإلى أحبابها وإلينا أجمعين بكرمك وجودك أكرم الأكرمين. تقبل الله منا ومنكم وجزاكم الله خيرا, وإلى صلاة القيام إن شاء الله رب العالمين. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟
أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم
وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء
وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. قبل أمنا أخوانا يعني كما يقول الله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قبل صلاة الوتر. أن أذكر من باب الفضل يعني من الفضل أن نذكر الفضل الأهلي. العام الماضي في أول يوم من رمضان كان عندنا أول ضيف أو صاحب يعني كنا فكرة ضيف الليلة كان أخونا الدكتور وجدي عبد الله جزاه الله خيرا. فهو أراد أن يشارك الليلة وكان عندنا أخت متبرعة فهو صمم من هو يكون في أول ليلة كما كان العام الماضي. فمعنا ضيف الليلة أيضا أختنا اللي تبرعت والدكتور أخونا الدكتور وجدي عبد الله $1,000 فلندعو له ان شاء الله رب العالمين. اللهم بارك له في اهله وماله وولده. اللهم صب عليه الخير صبا ولا تجعل عيشه كد. اللهم بارك في انفاقه واجعل ذلك في ميزان حسناته. بارك له في ماله وولده ورزقه وخيره يا رب العالمين. وبارك في جميع الحاضرين وجميع المنفقين بكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين. اللهم امين يا رب العالمين. صلاه الوتر ان شاء الله 3 ركعات ان شاء الله 3 ركعات ان شاء الله رب العالمين. استووا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. الله سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد أولا وآخرا، ولك الحمد ظاهرا وباطنا، ولك الحمد أبدا أبدا. اللهم لك الحمد على نعمة رمضان، ولك الحمد على نعمة الصيام، ولك الحمد على نعمة الإسلام. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين والآخرين، وصل عليه في كل وقت وحين،
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعل جمعنا الليلة مرحوما، واجعل افتراقنا من بعده معصوما، ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم اغفر لنا الذنوب، واستر منا العيوب، وفرج عنا الكروب، وثبت على الإيمان القلوب. اللهم دبر لنا فإننا لا نحسن التدبير. اللهم وفقنا إلى صيام رمضان، اللهم وفقنا إلى قيام رمضان، اللهم وفقنا إلى عبادتك في رمضان. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم نسألك في أول ليلة من رمضان أن تنظر إلينا أجمعين نظرة تغفر بها ذنبنا، وتستر بها عيبنا، وتصلح بها أحوالنا، وتشفي بها مرضانا، وترحم بها موتانا. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفث هم المهمومين، وقض الدين عن المدينين، ووسع على عبادك الصالحين، وارحم الفقراء والمساكين. اللهم فك أسر المأسورين، وأحسن خلاص المسجونين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم إن لنا أحبة مظلومين، اللهم فرج كربهم وأحسن خلاصهم. اللهم ردهم إلى أهليهم وزوجاتهم وأولادهم سالمين غانمين، مأجورين غير مأزورين. اللهم أصلح حال بلادنا. اللهم من ولي من أمرنا شيئا ورفق بنا فارفق به، ومن ولي من أمرنا شيئا وشق علينا فاشقق عليه، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه بقدرتك يا أحكم الحاكمين. اللهم اجمع كلمتنا، وارفع رايتنا، ووحد صفنا، ودبر لأمتنا بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اجعلنا في ليلتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم ارحم جميع الحاضرين، واغفر لجميع الحاضرين، رجالا ونساء، شبابا وشيبا، صغارا وكبارا. اللهم لا تجعل لنا في ليلتنا هذه هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم إن لنا إخوة مرضى، اللهم اشفهم أجمعين. اللهم عافهم واعف عنهم، ومن كل شر سلمهم، والبسهم ثوب الصحة والعافية. اللهم نق قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآذاننا من التجسس، بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إخواننا احنا معنا إخوة مرضى يسألونكم الدعاء، إخوة من رواد المسجد ومعنا أحبابنا يعني موجودين معنا، وفي منهم الغيب أخونا الحاج توفيق البغدادي وأخونا مهندس هشام كمورة والدكتور سمير الجزار وإخوة كثيرين وكل المرضى إن شاء الله ربعني، فبالله عليكم نخصهم بدعاء إن شاء الله. أخونا ابننا مصطفى ابن أخونا تامر أيضا يعني عامل عملية ومحتاج دعوات، كل إخواننا المرضى يحتاجون إلى الدعاء إن شاء الله، ورمضان شهر الدعاء إن شاء الله، فأخوان ادعوا لهم جميعا إن شاء الله ربعني. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم عافي مبتلانا، اللهم لا تجعل لنا مريضا إلا شفيته، اللهم اشفي كل مريض وعافي كل مبتلى، اللهم ارفع عن كل مريض الأذى والألم يا رب العالمين، اللهم ارفع عن كل مريض الأذى والألم يا رب العالمين، اللهم احفظ كل مريض في جسده وفي سمعه وفي بصره وفي عافيته، اللهم ارفع عنهم الآلام والأسقام والأمراض والأوجاع بكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين، اللهم نجهم من كل داء وعافهم من كل بلاء، اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين. تقبل الله منا منكم إن شاء الله. يعني now time 11:20 يعني I think يعني